الإعاقة إعاقة فكر مش إعاقة فقدان أي حاسة من الحواس. وما ربك بظالم للعبيد. دكتورة سناء عبد الباسط، خريجة كلية فنون تطبيقية قسم التصميم الداخلي والأساس، عاملة ماجستير في وضع منهج تعليمي لتنمية الإبداع لدى المكفوفين وإزاي نستفيد منه في تصميم الأساس. أول مدربة إن أنا أدرب مكفوفين إن هم يتعلموا التصميم، دي أول يعني الرسالة، كانت أول رسالة تكون موجودة في الوطن العربي وفي العالم خاصة بالموضوع ده. يعني اولا يعني الموضوع بدا انا من ايام الكليه ومن قبلها مع والدي على طول، هو رئيس المركز العربي للاعلام المتخصص لذوي الاعاقه ومهتم جدا ان هو يظهر الجانب الابداعي للمكفوفين، مش مجرد يعني كانت مضايقاه قوي فكره، هو على فكره من ذوي الاعاقه كفيف يعني، بس هو كان بيتضايق جدا من فكره اللي هو لا الكفيف في بيته ما يقدرش يعمل اي حاجه للمجتمع، هو ياخد فلوس وخلاص يعني يبقى عايش على التبرعات من الناس. الموضوع ده كان يعني مش حلو خالص، حب يغير الفكره من اكتر من 20 سنه يعني ان الفكره دي لا تتغير، فعمل كذا مهرجان ان احنا نظهر الابداعات ابداعات المكفوفين الموجوده سواء في مصر او في الوطن العربي. تمام. فانا كنت معاي في الموضوع دوت وابتديت الاحظ ان فعلا في طاقات رهيبه يعني، وهو والدي ذات نفسه كان مثال كويس يعني، ما كنتش حاسه خالص ان كفيف او في اعاقه او كده، لا هي كانت الاعاقه اعاقه فكر اللي مش بيفكر، او يعني مش شرط ان نفقد حاسه ان الحواس يبقى كده اسمها اعاقه، او ان احنا تعيقنا ان احنا نتقدم في المجتمع او نقدم اي حاجه للمجتمع او نكون فعالين زينا زي اي حد. خلال النقطة دي أنا دخلت كلية فنون تطبيقية قسم تصميم داخلي والأساس، ابتديت كنت خلال الدراسة بتاعتي كنت ساعات بستشير والدي في حاجاته، كان بيديني أفكار رهيبة يعني، حتى كان ليا دكتور أحمد عريض الله يرحمه أعجب بفكر بابا أصلا بالموضوع. أما جيت خلصت جيت الرسالة كنت بفكر في عنوان الرسالة عاملها إزاي، برضو مشيت على نفس النهج يعني متبنية الفكرة مع والدي يعني، إن هو لأ إحنا نعمل حاجة بقى تخدم المكفوفين او ان احنا نمشي في نفس الفكره يعني. ابتدينا عملنا فكرنا في موضوع الرساله دي ان احنا نحط منهج ان هم يتعلموا التصميم، منهج اللي في كليه فنون تطبيقيه ازاي نحوله لبرايل وللمكفوفين وكده. طبعا دكتور احمد الله يرحمه وافق على الموضوع واعجب بيه جدا. في دكتوره سلوى ودكتوره مها نفس الموضوع. اثناء السيمينار دكاتره كتير عرضت الموضوع ولا وما ينفعش وكده، لان هي ثقافه مجتمع او فكره المجتمع واخدها عن المكفوفين، يعني المكفوفين هو ما يقدرش يعمل اي حاجه او كده، فلا صممنا على الموضوع حاولنا ان احنا نقنعهم، وكان الفيصل بقى ان الرساله يعني في دكاتره كتير قالوا ان الرساله مش هتكمل او مش هنلاقي حاجه، لان فعلا المراجع كانت قليله جدا، تقريبا ما فيش مراجع يعني، الرساله كانت قايمه كلها على المنهج العملي، التجارب عملناها وورش والكلام ده كله من خلاله طلع المنهج اللي احنا عملناه في الرساله. هي الرسالة كانت عبارة عن احنا عنوان الرسالة كان وضع منهج تعليمي لتنمية الإبداع للمكفوفين، ان احنا ننمي الإبداع عندهم وازاي نستفيد منه في التصميم خاصة عامة وتصميم الأساس خاصة. فكان عبارة ان احنا عملنا ورش، عملنا في جامعة القاهرة ورش، عملنا ورش احنا خاصة في كذا مكان يعني، وفي المركز العربي عملنا ورش، او المركز العربي يعني كان هو اللي على طول بالداتا والمعلومات والحاجات دي كان في الموضوع ده. بس ابتدينا نعمل بقى الورش ومع الدكاتره بتوع الرساله دكتور احمد ودكتوره سلوى ودكتوره مها، ابتدينا يعني نشوف بقى هنبتدي منين ونعمل، لان ما كانش في مراجع خالص للموضوع دوت. بس والحمد لله طلعنا بقى المنهج ان هم يعرفوا التصميم، نحط في دماغهم، ندخل في دماغهم مخزون ابداعي، ازاي ندخل المدخلات دي جوه دماغ الكفيف بالذات، ان في شرح يعني، في كفيف من وهو مولود، في كفيف في كف بصره حتى مش يعني الحاجات دي كلها، فابتدينا نقسمهم لشرايح وازاي هندخل المعلومات وازاي هنديهم الحاجات دي ونحولها لبرايل، وظهر بقى المنهج قدامنا وطلعوا نتائج كويسة جدا وجميلة يعني، حتى الدكاترة في مناقشة الرسالة اللي كانوا معارضين اقتنعوا يعني الحمد لله. الرسالة أول حاجة كان في جزء نظري، ابتدينا نجمع معلومات شوية عن التصميم والرسم والجزء ده، بعدين كان الجزء الثاني الورش،
الورش دي عملناها في كذا مكان، وكان فيها مشاركين من الوطن العربي ومكفوفين من الوطن العربي ومكفوفين من مصر، وكذا فئة كمان عمرية، يعني كان في أطفال وكان في شباب وكان في فوق 60 و50، يعني كان في من جميع الفئات العمرية. ابتدينا من خلال الورش دي ان احنا نستخلص المنهج بتاع الرسالة. المنهج بتاع الرسالة كان عبارة عن، طلعنا بالكتاب دوت، الكتاب ده برايل، ده طبعا انا برضو قعدت اطبعه في مطبعة يعني موجودة، لان قليل جدا الطباعة البرايل بتعمل كتابة، انما اللي هي تعمل رسومات وان هي كده ده صعب. كان في اول حاجة، اول مرحلة ان هو يتعرف على الاشكال الهندسية، تاني مرحلة ازاي يكونوا لوحة، الاسس التصميم كانت عبارة عن ايه، وبعد كده في مرحلة بعديها ان هم يبتدوا يعرفوا الشبكة المديولية في التصميم، ده منهج كنا بناخده. ده بلان لأوضة، هنا دي قطع اساس، ازاي يبتدوا يرتبوها في البلان بتاع الأوضة، الحاجات دي كلها. بعديها تاني مرحلة كان في أشكال هندسية اللي هم تعرفوا عليها من خلال الكتاب، يبتدوا يكونوا بيها تصميم، يعني ازاي يحطوا تصميم السيمترية والتصميم، كل الحاجات دي خدوها، وازاي بقى ان هم يرتبوها، طلعوا منها شغل رهيب جميل جدا. بعديها كان في مرحلة بنعمل إفراد للأشكال ويكونوها، بعديها ازاي من الأشكال الصغيرة دي يعملوا قطع أساس، وكانت نتائج برضو كويسة جدا. بس فكان هو ده المنهج اللي هو كان استخلاص الرسالة، يعني النتيجة بتاعت الرسالة وتسجل، وان شاء الله هيطلع، هيبقى كتاب قريب، يعني كتاب يتعرض للناس يعني في معرض الكتاب الجاي بإذن الله. هو الموضوع قايم على مراحل، طبعا ما ينفعش ان احنا من اول مرحله ان هم يطلعوا قطعه اساس او ان هم يبقوا مصممين زي الطلبه العاديين في كليه فنون تطبيقيه. فالمرحله الجايه ان شاء الله في مرحله الدكتوراه، اتمنى ان انا بقى الرساله تبقى عباره ان هم يطلعوا منتج، ان هم المدخلات اللي دخلت في دماغهم تخرج بقى في هيئه حاجات، ويعني واتمنى برضو ان المنهج ده او الجزء ده يتدرس في كليات الفنون، يبقى في قسم للمكفوفين ان هم يشاركوا في المجتمع، لان هم فعلا مش عالة على المجتمع، والاعاقة اعاقة فكر مش اكتر من كده. طبعا الناس كانت في الاول لما كان كل اللي يعرف في موضوع الرسالة ما كانش بيصدق، اما الرسالة طلعت وشافوا وحضروا الرسالة وشافوا المنهج، عجبوا جدا بالموضوع، غيروا، قال احنا غيرنا فكرتنا عن المكفوفين، يعني عن المعاقين عامة والمكفوفين يعني احنا كنا فاكرين ان هم ما يقدروش يعملوا حاجة خالص، لا احنا غيرنا الفكرة ان هم فعلا يقدروا يبقوا يشاركوا في المجتمع، وان احنا نبتدي نفتح لهم باب رزق جديد، يعني مش ان هو قاعد في بيته 5% او الجزء ده، لا هو يقدر يفتح باب رزق جديد ليه ويكون اسره والاولاد وكده. رساله للي بيتعامل مع فقدي البصر او للمجتمع عامه، للمجتمع ككل، الاعاقه اعاقه فكر مش اعاقه فقدان اي حاسه من الحواس. ربنا وما ربك بظالم للعبيد، ربنا بياخد من حد حاجة، يعني ربنا عادل، خد حاسة أو هو شايف إن هو كده، إدى بدلها حاجات كتير، ضاعف حواس تانية كتير للكفيف أو لأي معاق. إحنا نتعامل معاه إن إحنا نغير وجهة نظرنا، نتعامل معاه إن هو إنسان، إن هو بيفكر، إن هو يقدر يدي للمجتمع، إن هو زيه زي الإنسان الطبيعي جداً، مفيش أي مشكلة في الموضوع ده.